بسم الله توكلت على الله. اليوم ان شاء الله نصاوبو صبيعات البنات باللوز. كنحتاجو كيلو تاع اللوز، كنحتاجو نص كيلو تاع السنيده، كنحتاجو معلقه صغيره تاع المسكه، كاس صغير ديال الزهر، كنحتاجو كيلو ديال العسل، كنحتاجو كيلو ديال الورقه، رز الزيت للقلي. اللوز رحنا كنقبطو كنديرو الماء في الاناء حتى كيغلي، ثم كنديرو فيه اللوز، كنخليه تقريبا واحد 5 تاع الدقائق، كنصفيه في الشبكه وكنغسلو ديك اللوز، ما نخليهوش هكاك بديك الماء ديالو حمر، كنغسلوه وديك الساعه كنفركوه كنقيوه. من بعد ما كيتنقى هو هذا، احنا كنقيوه، كنقبطو النص نتاع ديك الكيلو، كنقبطو النص كنقليوه، نقليوه هكا نقلي، والنص كنخليوه عجيه هكا كبيض، اللوز اللي مقلي واللوز اللي ما مقليش، ونزيدو عليهم ديك نص كيلو نتاع سنيده وغادي نطحنوهم. من بعد هاد المعلقه ديال المسكه كنزيدو عليها معلقه صغيره نتاع سنيده وكنطحنوها، طحنوها ولا ندقوها في المهراز ماشي مشكل. احنا بعد ما طحننا ديك اللوز، ها هو اللوز اللي مقلي ها هو، واللوز اللي ما مقليش ها هو، دابا غادي نخلطوهم، نخلطو اللوز اللي مقلي مع اللي ما مقليش، غادي نزيدو عليهم ديك المعلقه ديال المسكه، هي ديك المعلقه ديال المسكه، وراه حنا كنخليو واحد شويه ديال المسكه باش كنديروها في الزهر. ها هو الزهر، عندنا الزهر، حنا غادي نعجنوهم بجوج. كتلكوهم مزيان باش كيدخل معاشي، نتوما ما كتكونش جارية بزاف، ما تجريوهاش باش ما تخرج لكمش على الورقة، يعني الزهر كيبقى عينك ميزانك. كنقطعو كنحربلو ديك اللوز، دابا انا حربلتو، انا غادي نقطعهم غير كويرات صغيورين، حنا درناهم كويرات صغار، حنا غادي نحربلوهم. هنا كنقبطو واحد جوج معلقات ديال الطحين وكنطلقوهم بالماء باش كنسدو العجينه. احنا هذا احنا قطنا الورقه، هي باهي مدوره، نقسموها في النص، حنا طويناها على جوج، قطنا الورقه وطويناها على جوج، قسمناها في النص، دابا غادي نقطوها وغادي نديروها الثالثه. هنا هي الورقه، هي هذاك النص، ها هو هذا احنا حطيناه، نديرو له نحطو في النص هنا، نديرو له هكا، نحطو النص الاخر ونطويو هكا، يعني هذه جاونا مثلثات، ماشي مثلثه العجينه، غادي نعاودو نقسمو. راه دائما ديك الوجه في الورقة، الوجه اللي كيكون كيدري هو اللي نحطو في الأرض،
ملي كيكون ما كيبريش راه هو اللي كنديروا فيه الحشوه. كنقطعوا هاد الحريب اللي في اللوز كنديروه في الوسط. راه كيكون تقريبا بحال هاد الرق نتاع هاد الصبيع الصغير. حنا كنقطعوا الورقه من هنا، كنقطعوا الورقه من هنا، كنحطوا هاد الصبع ديالنا كنحطهم في هاد الجنيب وكنطويو. كنخليوش ديك الجناب خارجين، كنقطعو ديك العجينه اللي كتكون عندنا سميتو هذه كيفاش كنسوديوها، ما تسوديوش بالبيض حقاش البيض كيدير الكشكوشه. كتقطعي الطريف هذا كديري سميتو الحريبل في الوسط، كتقطعي الورقه من هنا كتردها من هنا ومن هنا وكتحاولي تبركي عليها في هذه البليصه هذه لكم هكا. كتحاولي تبركي عليها من هنا دائما كتجمعي داك الجناب باش ما كيبقاوش مشنت في الماء. ثم الحليب ها هو في بلايصتو، نردو الورقه من هنا، نردو الورقه من هنا، دائما كنديرو هاد الصبعان ديالنا من هنا هكا، كنحاولو ما نخليوش ليك الشنيتات يخرجو. حنا طوينا صبيعات البنات هما واجدين، دابا غادي نبداو نقليوهم. حنا خلاص راه عندنا كيلو ديال اللوز راه كنديرو فيه يطرو العسل اولا كيلو د العسل. هذا العسل حنا راه ذوبناه ما خليناهش قاصح وما خصوش يكون سخون. الحاجه اللي كتقلى فيها الورقه ما يمكنلكش ديري العسل سخون، الا درتي العسل سخونه بزاف راه الورقه كترطب. دابا نزيدو فيه شويه نتاع الزهر، تقريبا واحد نص كاس نتاع الزهر، نزيدو واحد راس المعلقه صغيره نتاع المسكة، شويه المسكة فاش كتهدر فاش كتقيها باش ديريها في العقده راه كي كتخلي واحد شويه باش كديري في العسل. حنا باش كنديرو المسكة مع الزهر خصنا نخلطوها مزيان. صافي دابا الزيت راه سخنات بزاف، راه حنا فاش نديرو الصبيعات ما نخليوش العافيه مجهده بزاف او ما نديروهاش قليله بزاف باش ما تشربش باش ما يشربش الزيت، حيت الا كانت العافيه مجهده بزاف راه هما غادي يتحمروا معنا برا ويبقاو خضر من الداخل الورقه. كانت العافيه مهيله عاوتاني بزاف راه الورقه كتجي شاربه، الصبيعات كيجيو شاربين الزيت بزاف.
تبع صافي كياخذوا اللون اللي بغينا. هما تبعنا هما تحمروا نبسطوهم. بعد لينا حنا غادي نديروهم في العسل، نعاونهم في العسل. فاش كنديرهم في العسل كنبقاو ندخلوهم في العسل، نغطسوهم مزيان، كنخليهم تقريبا واحد 10 دقائق كنحيدوهم. ضروري فاش كنخرجوهم من العسل نديرهم في شكه باش يقطرو، باش كيكونوا رافدين العسل كنخليهم حتى كيقطرو.